كابتن بلال، ألف مبروك، إنجاز تاريخي وتأهل غالي، وباقي خطوة لتحقيق رقم قياسي جديد إن شاء الله بحصولك على البطولة رقم 12 بمشيئة الله. الحمد لله يا كابتن. يعني الكرة ما بتحبش تزعل جمهور الأهلي حقيقة. صحيح. بتحب النادي الأهلي، بتحب جمهوره. جمهور رائع النهاردة في الملعب صراحة. نقطة تحول رهيبة بعد طبعا الهدف اللي اتلغى. شفت أصوات الجماهير يعني تقوم الصخر زي ما بيقولوا يعني، أو تخلي الصخر ينطق صح يعني. هي دي 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 مباراة النوك أوت يعني، ممكن ما تلعبش بكل الجماليات لكن تكسب، المهم إنك تكسب. المباراة دي يعني بيغلب عليها الطابع التكتيكي أكتر من الطابع الفني. خلاص أنا بلعب على ملعبي، متعادل بره 0-0، بلعب جوه ملعبي، عايز أكسب، بحاول أسجل أهداف. حلو إنك بتستغل الفرص، حلو إنك بتكسب على ملعبك، حلو إن أنت في الأوقات المطلوب إنك تحسم بتحسم فيها. الأهلي قادر أن ياخذ البطولة إن شاء الله. الأهلي قادر، المباراة اللي جاية صعبة، مباراة صعبة، لكن مباراة النهاردة الحقيقة يعني بتقول لنا إنك ممكن تكسب. خد بالك حتى وأنت مش في أفضل حالاتك، تمام؟ طالما انك عايز تكسب مكسب خد كبير. بالك. طبعا يا كابتن 3-0 ده نتيجه كبيره يعني. طبعا تسجيل الهدف الاول يا كابتن ايمن وتوقيته كان مهم جدا جدا صح. جدا جدا مهم جدا. خد بالك الهدف ده لو اتاخر شويه كان ممكن يبقى فيه مشكله صحيح. كبيره للاهلي. انك تسجل هدف من ضربه ثابته ده برضو انا شايفها نقطه ايجابيه جدا لفرقه النادي الاهلي. فالنهارده الاهلي لعب للمكسب، ما لعبش للجماليه، مش محتاجينها للجماليه. خلاص انت بتلعب السيمي فاينال وعندك و 45 دقيقه انت عايز تكسب، 90 دقيقه عايز تكسب، خلاص الامر منتهي. فالنهارده النادي الاهلي قدر يوصل بشكل جيد. مبروك عوده اللعيبه اللي كانت مصابه، وده شيء وده كمان اهم كمان، وده مكسب كبير جدا 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 يعني، يعادل مكسب مباراه النهارده الوصول للفاينال. انك اللعيبه ابتدت ترجع ليك تاني. امام عاشور النهارده ابتدى يحط رجله في الملعب. مش لسه مش امام عاشور، ولكن دي يعني خطوه جيده، والحمد لله انه خرج النهارده سليم، وعمل النهارده باصتين حلوين قوي، عمل واحد اسيست حلو اتنين تمام. مباراه استمتعنا بالاهداف اللي فيها، اهداف جميله جدا، حطت النادي الاهلي في وضعه الطبيعي، الوضع المفترض يكون فيه الفاينل. الاهلي ما ينفعش يطلع من استاد القاهره، الموضوع يبقى صعب جدا علينا احنا كلنا، وعلى جمهور النادي الاهلي، وعلى كل الكره المصريه والرياضه بشكل عام، ان الاهلي يخرج من استاد القاهره. الامر ده لن نقبله ابدا يعني، لن نقبله ابدا. الاهلي الافضل بكل المقاييس. في حماس عند مازيمبي، وبيلعبوا وبيجروا سرعاته بيقاتلوا، وده امر طبيعي. لكن في النهايه يعني في مثل كده فرنسي بيقول لك يد الله مع الجيوش القويه يعني. والاهلي نادي قوي، نادي كبير. الانديه القويه بيبقى عندها يعني نسبة توفيق جيدة. الأندية القوية بتعرف تكسب تحت أي ظروف. صحيح. الأندية الكبيرة والقوية عندها خبرة المكسب، وإزاي تقتل الماتش، وإزاي تقتل الجيم، وإزاي تخلص على الماتش في أي توقيت. الأندية الكبيرة ما ينفعش تسيب لها مساحة إن هي تسجل أهداف، لأن لو سجلت أهداف هيطلع الماتش زي ما كده. الأهلي نادي كبير، نادي قوي، نادي الأهلي بيعرف يكسب. النادي الأهلي عارف طريق البطولات، ودي الميزه ما تلاقيش عند كل الانديه. في انديه تفضل تحافر وتعمل وتجتهد وتجري وتخبط في كل الحتت، لكن ما تعرفش تاخد بطوله حقيقي. انا بكلمك كلام حقيقي، مش يعني ما بحطش على حد يعني، عارف والله. لكن انا بقول لك في كويس سليم بلال سليم نيته صفر. فانت نادي بتعرف من اين تؤكل الكتف، بتعرف تكسب ازاي، بتعرف تجيب بطوله ازاي، عندك جولز، عندك تارجت، عندك اهداف بتشتغل عليها وبتعرف توصل لها. ممكن توصل لها وانت جامد قوي، وبرده بتعرف توصل لها وانت في حاله متوسطه، وبتعرف برده توصل وانت في حاله اقل. 5 سنين متواصله الاهلي في الفاينل بيكسب منهم 3، وان شاء الله دي تكون الرابعه باذن الله، ويبقى رقم قياسي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن استعداد المفروض يبقى اقوى من كده بكتير طبعا. المباراتين اللي جايين مباراتين صعبين جدا. النهارده الترجي بيكسب في ملعبه وبيكسب خارج ملعبه، فده فرقه مرشحه. خد بالك الترجي من فرقه هتخرج من البطوله بالظبط، خد بالك لفرقه بتلعب فاينل، فده معناه ايه؟ ان هي استعدت بشكل كويس. خد بالك الاهلي البطوله اللي فاتت كان كده، لو تفتكر معايا الاهلي البطوله اللي فاتت، البطوله اللي هي ماتش الهلال مظبوط، احنا فرقه بتخرج بره وفرقه بتاخد البطوله. فده معناه ايه؟ انك لما الفرقه الكبيره بتديها يعني بتاخد مساحتها ووقتها، لا
محدش هيقدر يقف قصادها. فالاهلي فرقه كبيره، فرقه بتعرف تاخد بطوله كويس ان شاء الله باذن الله تعالى. المباراتين اللي جايين مباراه بره ملعبنا، التاكتكس هتبقى مختلفه جدا، مش هتفرق معانا الاداء على الاطلاق قد ما يفرق معانا انك بتلعب جيم تاكتيك رائع جدا. يعني لازم مستر كولر يذاكر كويس قوي، اللعيبه كمان لازم تذاكر كويس جدا جدا جدا. المباراه يا كابتن زي ما خلصنا في مازيمبي وطلعنا بنتيجه ايجابيه، لازم ان شاء الله باذن الله تعالى نخلص في الترجي ونطلع بنتيجه ايجابيه.